حضرت. ألف مبروك التكليف. ربنا يخليك يا ميرسي. بعد التكليف ده حضرتك يعني منتظر نقلة معينة في عمالة؟ والله انا ما بصي ما بخططش لاي حاجه، انا دايما حريص ان انا اعمل اللي عليا وابذل المجهود اللي المفروض اقوم بيه وسايب الامور بقى كده على ربنا، ربنا اللي رايده ليا هو اللي هيكون. اتمنى ان انا ان شاء الله اللي جاي يكون افضل ولكن ما حدش عارف الا يعني الحياه اصلا يعني ابس اند داونز يعني فوق وتحت، ف ودي جمالها ودي ميزتها انك انت شويه تبقي عاليه وشويه تنزلي وبعدين ما ترجعي تعلي تاني فتبقي سعيده، تنزلي تاني فتشوفي انت قصرتي في ايه وتاخدي دروس مستفاده، فكل اللي يجيبه ربنا كويس في النهايه. انا ببذل كل اللي اقدر عليه، اتمنى ربنا يوفق دايما. نجاحك في التجربه دي حضرتك يعني اديت لك دفعه معينه او خبره معينه؟ مليون في المية طبعا. أي عمل الواحد بياخده في أي مهنة على فكرة دايما بيقابل تجارب جديدة، بيقابل شخوص جديدة، بيقابل مواقف جديدة، بيكون ده دايما يعني بيضيف لي مزيد من الخبرات الحياتية وبيتقل من دماغ الواحد يعني، فطبعا أكيد بيضيف ليا مليون. أهم حاجة في نجاح العمل من وجهة نظرك؟ روح التعاون ما بين عناصر العمل والتفاهم ما بينهم، لو في يعني تنافر ما بين العناصر المشاركة تأكد العمل ده هيفشل، لكن لما يبقى الأبطال والمؤلف والمخرج والمنتج كلهم على قلب رجل واحد ده تأكدي ان ده أول طريق النجاح يعني. 2017 في بلان معينة ليها؟ مش أي بلان، خليها على الله بقى، هو بتاع ربنا. كل سنة حضرتك طيب. طيب يا فندم. حضرت أقوى موقع فني.